أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلبتي نطل عليكم للحديث عن استكمالنا في الأسبوع الثالث عن موضوع سورة آل عمران، وكنا قد تحدثنا في الأسبوع السابق عن آيات من سورة آل عمران، واليوم سنتحدث عن ما هي سورة آل عمران. نقول بأنها هي من السور المدنية، والآيات التي بين أيدينا طلابي بينت علو درجة الرسل وقصة مولد مريم عليه الصلاة والسلام ابنة عمران وكفالة زكريا عليه الصلاة والسلام وقصة مولد يحيى عليه الصلاة والسلام. أيضا الآيات تناولت قصة مولد وميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومعجزاته. نقول طلابي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. طلابي، هذا مجمل الحديث عن الآيات من سورة آل عمران، وهي من الآية 41 إلى الآية 47. بإذن الله سنتحدث عن المعاني والكلمات الموجودة لدينا في الكتاب بصفحة 13، وبعد ذلك ننتقل لحل التمارين بصفحة 14 وصفحة 15. هذا طلابي مجمل الحديث لهذا الأسبوع. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في الأسبوع الرابع للحديث عن النداء، وهو من قواعد اللغة العربية.